مشاهدينا، وللوقوف أكثر على فشل القوات الأمريكية في تأهيل الجيش في العراق في ظل ولاءات تتقاطع مع المصلحة العامة، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الباحث بوحدة الدراسات السياسية الاستراتيجية رسام العقيد الركن الأستاذ حاتم الفلاحي. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله، تحية لك ولمشاهدي قناة الرافدين. حياكم الله. بعد سنوات من التدريب من قبل الجيش الأمريكي يعترف بفشل خطة تأهيل القوات الأمنية في العراق، إلى ما ترجع هذا الفشل؟ وهل هو فشل أم تعمد إبقاء القوات الأمنية والجيش في العراق بهذا المستوى؟ نعم، حقيقة هذا الأمر تشترك فيه الأمرين. يعني أولا، هناك تعمد في مسألة إبقاء الجيش العراقي ضعيف وغير قادر على الدفاع عن العراق حتى يكون بحاجة إلى تواجد القوات الأجنبية في العراق، سواء كانت الأمريكية أو الإيرانية، وهذا أمر محسوب من قبل الطبقة السياسية الحاكمة التي لديها ارتباطات كبيرة جدا مع إيران. يضاف إلى ذلك بأنه الإجراءات والفساد المالي والإداري الذي نخر المؤسسة العسكرية التي بنيت من الأساس على أسس خاطئة كان سبب رئيسي في أن الجيش العراقي يبقى على ما هو عليه الآن. يعني الجيوش الآن لا تقاتل بالكثرة العددية ولا تقاس الآن بحجم العتاد العسكري، وإنما هناك معايير لهذه الجيوش تقاس من خلالها. يعني عندما نأتي إلى التصنيع العسكري للدول نجد بأن الدول الآن أصبحت تصنع أسلحتها في بلدانها. أما بالنسبة للعراق نجد بأن العراق يستورد هذه الأسلحة من دول كثيرة. يضاف إلى ذلك تعدد المدارس التدريبية للجيش العراقي أثر بشكل كبير جدا على قواعد الاشتباك لهذا الجيش، لذلك نجد بأن هناك الكثير من المؤسسات العسكرية التدريبية يذهب إليها مقاتلين لأغراض التدريب، ناهيك عن عدم وجود تخطيط استراتيجي شامل لبناء القوة قوات المسلحة العراقية. يعني إذا ما جئنا الآن إلى القوة البحرية نجد بأنها قوة ضعيفة جدا غير قادرة على الدفاع عن نفسها، ناهيك عن الدفاع عن السواحل العراقية. وإذا جئنا إلى القوة الجوية العراقية نجد بأنه القوة الجوية العراقية ضعيفة جدا، والطائرات F-16 تتحكم فيها الولايات المتحدة الأمريكية. وإذا جئنا إلى قوات الدفاع الجوي في العراق نجد بأن هذه القوات غير قادرة على الدفاع عن سماء العراق، ناهيك عن بقية القوات الأخرى. دكتور أستاذ، هل هي غير قادرة عن الدفاع أم أن العقيدة العسكرية اختلفت لديها؟ يعني لا تستطيع مواجهة القوات الإيرانية أو مواجهة أي قوات أخرى تستهدف المحافظات أو المدن العراقية؟ نعم، لا شك بأنه مسألة العقيدة العسكرية للجيوش وإيمان الجيوش بعدالة القضية التي تتواجد من أجلها مهمة جدا في مسألة بناء الجيوش، خاصة إذا ما جئنا إلى العقيدة السياسية للبلدان نجد بأن العراق يفتقر إلى نستطيع أن نقول إلى توحيد الرؤى ما بين الكتل السياسية لكي تكون هناك عقيدة عسكرية وسياسية موحدة. يعني هل العراق الآن دولة مدنية؟ هل العراق الآن دولة دينية؟ هل العراق يعني لا توجد إجابات واضحة من قبل الطبقة السياسية نتيجة الانقسام الكبير وغياب الإرادة السياسية لبناء الجيوش، وبالتالي نحن أمام انقسام ما بين الكتل السياسية وما بين الأحزاب. يعني عندما نأتي لماذا لم يتطور، لو ذهبت الآن إلى الأكراد وسألتهم عن مسألة تطوير الجيش العراقي يعتبرون هذا الأمر هو خط أحمر بالنسبة للأكراد، لأن هذا الأمر قد يؤدي في يوم من الأيام إلى أن يكون هناك تصادم مع القوات الكردية. يضاف إلى ذلك إذا ما جئنا إلى إيران وإلى الكيان الصهيوني لا يريدون أن تكون هناك قوات عراقية قوية في المنطقة. طيب، أيضا بالعودة إلى التقرير الأمريكي الذي يؤكد أن قوات مكافحة الإرهاب والتي تعتبر قوات النخبة لم تتمكن من تجنيد عناصر جديدة ضمن قواتها منذ عام 2018، هل فشل الجيش في إقناع الشباب في التجنيد رغم أن الميليشيات استطاعت استقطاب العشرات بل الآلاف في صفوفها؟ نعم، بداية دعني أقول بأن المشكلة الحقيقية الآن هي ليس في الأعداد التي تتقدم سواء لجهاز مكافحة الإرهاب أم لبقية القوات العسكرية. الآن يتواجد أكثر من 1,500,000 جندي تقريبا في الأجهزة الأمنية في وزارة الدفاع وفي وزارة الداخلية، ناهيك عن الحشد الشعبي، ناهيك عن بقية القوات في جهاز مكافحة الإرهاب، عن قيادة قوات بغداد التي لا ترتبط لا في وزارة الدفاع ولا بوزارة الداخلية. ولكن أنا أسأل، ناهيك عن السلاح المنفلت والميليشيات التي تشكلت خارج إطار القوات المسلحة وتعمل الآن في سوريا وتعمل في مناطق أخرى. يعني غياب منظومة قيادة وسيطرة موحدة للقوات العسكرية أدت بشكل كبير جدا إلى تردي الوضع الأمني في العراق، وبالتالي نحن أمام ولاءات متعددة لهذه القوات.
لذلك نجد بأنه مسألة الأعداد البشرية، هذه الأعداد البشرية لن تعطي الجيوش القوة المطلوبة، لأن يجب أن يكون هناك مزيج من جاهزية الفرد والسلاح باستخدامه في القوات المسلحة. يضاف إلى ذلك بأن هناك أمور كثيرة تدخل في مسألة المعايير لقياس الجيوش. يعني عندما نأتي إلى القوى الاقتصادية نجد بأن قدرة إنفاق الدولة على الجيش يجب أن تكون قوية، هذه تؤخذ في المعايير. يضاف إلى ذلك الموقع الجغرافي، الدعم اللوجستي، قدرة الجيوش على تقديم الإسناد الإداري، القدرة على التصنيع، التطور التكنولوجي، يعني جميع هذه الأمور تدخل في مسألة بناء الجيوش وقدرتها في مسألة المواجهة مع نجد بأن هذه القوات فشلت في مواجهة الإرهاب عام 2014. نعم. والآن أيضا يبدو بأن هناك تراجع لهذه القوات في مسألة معايير الجيوش في المنطقة. نعم. في جانب آخر، بحسب الكونغرس الأمريكي يقول أن قوات الجيش في العراق لا تزال تعتمد على سلاح الجو الأمريكي، من المسؤول عن تدني مستوى الطيارين العراقيين رغم صرف ملايين الدولارات سنويا على تدريبهم؟ لا شك بأن الطبقة السياسية الموجودة الحاكمة في العراق تتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى عن تردي مسألة القوات الجوية في العراق. يضاف إلى ذلك بأنه الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الماضية كانت لا تسمح بأن يستورد العراق طائرات من دول غير الدول الغربية، لأنه تعرف أنت بأن الجيش العراقي تم تحويل عقيدته العسكرية من العقيدة الشرقية إلى العقيدة الغربية بعد الاحتلال، بما في ذلك تعدد المدارس والتسليح وما إلى ذلك، وهذه جميعها تحتاج إلى مدارس ومعاهد التدريب لكي تكون هناك قاعدة يمكن الاستناد عليها لبناء هذه الجيوش. أما في مسألة القوى الجوية لا شك الآن، يعني نتكلم العراق يمتلك بين قارب 36 طائرة F-16، يضاف إلى ذلك بأن هناك طائرات من كوريا الجنوبية تم التعاقد عليها 24 طائرة، يضاف إلى ذلك الطائرات القديمة التي يمكن أن تستخدم من قبل العراق، ولكن هذه لا تكفي بالنسبة لبلد مثل العراق يواجه تحديات داخلية. نعم. وتحديات خارجية أيضا. نعم. بحسب مصادر، ميليشيا الحشد جزء من القوات المسلحة وتقوم بتهريب الأسلحة الأمريكية إلى ميليشيا حزب الله اللبناني. السؤال هنا، هل أمريكا تسلح الجيش والميليشيات لكي تصل بعدها الأسلحة في النهاية إلى ميليشيات مصنفة إرهابية؟ نعم، هذا الأمر ليس جديد. يعني إذا جئنا إلى مسألة استعادة المناطق التي خرجت عن سيطرة الدولة بعد عام 2014 والتي سيطر عليها تنظيم الدولة، نجد بأن الحشد الشعبي استولى على دبابات إبرامس في تلك الفترة. نعم. ومسألة الأسلحة التي كانت تعطى للجيش كانت تذهب إلى ميليشيات الحشد الشعبي. يضاف إلى ذلك بأن الكونغرس قبل أكثر من تقريبا سنة ناقش مسألة إيقاف الدعم لميليشيات الحشد الشعبي، وبالتالي هي مسألة طبيعية أن من يدعم الحشد الشعبي يدعمه الولايات المتحدة الأمريكية أولا، سواء ماليا أو سواء تسليحيا أو من قبل دول أخرى تضغط عليها الولايات المتحدة لتقديم الدعم لميليشيات الحشد الشعبي. يضاف إلى ذلك بأنه الحشد الشعبي يعمل خارج إطار منظومة القوات المسلحة ولا يأتمر بأمرة القوات المسلحة، وهناك حوادث كثيرة من خلية الدورة نزولا حصلت في العراق بيّنت بأن ولاء هذه القوات ليس للقوات المسلحة وإنما تأتمر بأمرة مراجع دينية وسياسية خارج العراق. من إسطنبول الباحث بوحدة الدراسات السياسية الاستراتيجية رسام العقيد الركن حاتم الفلاحي، شكرا جزيلا على هذه المداخلة.